النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ تفضل. أن يحتسب النصيحة لله تبارك وتعالى. لا، تفضل. لعبادة الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى. هناك حقيقة أكثر من صورة. النصيحة لله تكون بوصفه بما وصف به نفسه، بمعنى تحقق التوحيد بأقسامه الثلاثة، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في طاعته والرهبة من معصيته. فإذا النصيحة لله هي تحقيق توحيد الله، فمن حقق التوحيد وحقق الطاعات لله واجتنب المعاصي فقد نصح لله.